ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور عمرو زكريا رئيس المعهد القومي لعلوم البحار. دكتور عمرو، بعد التحية، جهود مستمرة وحثيثة ومتابعة لحظة بلحظة لاستعدادات استضافة مصر لقمة كوب 27 المقررة في نهاية هذا العام، كيف ترى هذه الترتيبات الخاصة من قبل الدولة المصرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يشرفني وجودي مع سيادتك والسادة المشاهدين. ان انا نحب نوضح جدا ان هذا المؤتمر حضرتك اللي هو مؤتمر الاطراف ان شاء الله اللي هو هيعقد في شرم الشيخ بشان تغير المناخ ده في غايه الاهميه بالنسبه لمصر، وليه اولويه قصوى جدا، ومعظم وكل الوزارات في مصر شغاله في هذا الموضوع، وكله بيحضر لنجاح هذا المؤتمر في كافه المحاور. زي ما حضرتك تعلم ان فخامه الرئيس ابتدى حضور المؤتمرات هذا العام بحضوره في مدينه بريست من 9 ل 11 فبراير السنه دي، بناء على دعوه الرئيس الفرنسي في الاتحاد الاوروبي للتنسيق والاستعداد كبدايه احدى الاستعدادات للمؤتمر اللي هيعقد ان شاء الله في شرم الشيخ، لان المحاور مصر لازم تكون رائده في هذا المؤتمر وتكون لها رؤيه، ولازم تعرض برؤية معينة لتوضيح مواضيع مختلفة بنسأل حد من ارتفاع درجات الحرارة وتغير المناخ اللي ساهم فيه الدول الصناعية، تاني حاجة بالنسبة لمواضيع التلوث، تالت حاجة بالنسبة لنتائج نقل، ان احنا مصر عندها قناة السويس وبتمر بيها التجارة بتاعت قناة السويس، وده شيء مهم جدا يجب التنسيق عليه، على اساس ان البحر المتوسط حضرتك زي ما انت عارف تعرف بيمر فيها ممكن الاستاذ المشاهدين حوالي 220 الف سفينه تجاريه. صحيح. وبيحملوا اكثر من 100 مليون طن بيمروا من البحر المتوسط وقناه السويس. يعني ايضا شواغل القاره الافريقيه سوف تحملها مصر معها في اجنده هذه القمه المقبله. تمام. برأيك ما هي الإضافة التي ستحظى بها مصر باستضافة هذه القمة، وأهم الموضوعات المقرر مناقشتها على طاولة هذه القمة المرتقبة نهاية العام؟ أهم نقطة أن الأضرار، وخاصة أن الأضرار اللي لحقت بالدول اللي هي لم تشارك في هذا التأثير، يعني ارتفاع التغير المناخي ونتيجة ارتفاع تطور الصناعة الرهيب اللي ادى لانبعاثات الكربون، وده ادى لارتفاع درجات الحراره، وده ادى بنتيجه نيجاتيف على دول لم تشارك في ذلك، يعني الدول الصناعيه اولهم الصين وامريكا والاتحاد الاوروبي هم شاركوا في هذه المشكله اللي بيعاني منها العالم النهارده اللي هو تغير المناخ، ومصر النهارده لها رؤيه برضو عانت من هذا. صحيح. الوضع في ارتفاع منسوب البحار، وان هي عملت صرفت مليارات على حمايه الشواطئ المصريه وعلى حماية البيئة المصرية، ففي رؤية من مصر سوف تقدم ممثلة للآثار الجانبية التي لحقت بها والدول الأفريقية وكيفية تجنب هذا، لأن الأربع مواضيع المهمة جدا اللي بنتكلم عليهم اللي هو تأثير تغير المناخ على منسوب ارتفاع المياه وتأثيره على الشواطئ وحماية المدن، وده بيكلف مصر مليارات من الدولارات لحمايه المدن الساحليه اللي بتصرف فيها مصر، مع ان مصر لم تشارك في هذا السبب ولم تكن لها دور يعني دور نيجاتيف، بل بالعكس هي النهارده بتعرض مدينه. صحيح. شرم الشيخ ان هي تكون المدينه الخضراء اللي تكون جايد للدول الصناعيه ان هي تبدا نحول بدل اعتمادنا على الوقود الاحفوري النهارده بنعتمد على الطاقه المتجدده. صحيح. ومصر دخلت في موضوع الهيدروجين الاخضر كمان النهارده في مجال الصناعه، وده نتائج. وهناك توجيهات من الدوله المصريه ان تتحول شرم الشيخ لمدينه خضراء باستضافتها لقمه كوب 27 في شهر نوفمبر المقبل. اشكرك شكرا جزيلا الدكتور عمرو زكريا رئيس المعهد القومي لعلوم البحار.